رجعنا لكم مره تانية على الهواء مباشره ومكملين معاكم. نهارك سعيد وبنبتدي على طول بفقره الصحافه. ومنورنا في الاستوديو استاذ خالد البلشي رئيس تحرير جريده البديل الالكتروني. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. نبدا على طول من جريده الاهرام الصفحه الاولى: تصاعد العنف بالمحافظات واستمرار جهود التهدئه. تصاعد العنف بالمحافظات واستمرار. خلينا نقول خبر خبر وبعد كده نرجع نفسر الاخبار. تاني خبر من الاهرام: القوى الرافضه لوثيقه السلمي مهله للحكومه حتى الاربعاء لسحب الوثيقه. ومن المصري اليوم الصفحه الاولى: العليا للانتخابات والاداريه تحددان اليوم مصير الفلول. في شروق الصفحه الاولى: راس البر وميناء دمياط تحت الحصار لليوم السادس. الاخبار الصفحه الاولى: استمرار حبس الناشط علاء عبد الفتاح. الاخبار في الصفحه الاولى: العربي نبحث اليه لحمايه الشعب السوري ونظام بشار يدعو لقمه عربيه طارئه. جريده الشروق الصفحه الاولى: حمله المشير رئيسا العسكر هم الاقدر. الشروق الصفحة الأولى: جدار إسرائيلي حديدي على طول الحدود مع مصر، الجدار طوله 240 كيلومتر وارتفاعه 5 أمتار. ده فعلا. طيب المصري اليوم الصفحة الأولى: رئيس القضاء العسكري يكشف قائمة المتهمين في أحداث ماسبيرو ومنهم عسكريين. طيب نبدأ على طول من جريدة الأهرام الصفحة الأولى: وتصاعد العنف بالمحافظات واستمرار جهود التهدئة. مصر مشتعلة. من فوق يعني من أقصى الجنوب حتى أقصى الشمال. يعني الفكرة النوبة وأسوان والاشتباكات الخاصة بالراجل اللي قتل من شرطة الصياد واللي وصلت لدرجة أنك بيهاجموا الاسم ويولعوا في اسم الشرطة واشتباكات عنيفة جدا في دمياط واللي بيحصل فيها عشان مصنع موبكو اللي هو الحقيقة كان ممكن ينهاه قرار من بدري. هل فعلا تم؟ أنا كنت سمعت امبارح أن صدر قرار المجلس العسكري ان هيتم قفل المصنع ده. المحافظ رجع الكلام تاني بالليل، كان استضافه يسري فوده في البرنامج ولم يعطي قرارا حاسما. وكان هناك يعني ده ممكن يفك شراره دمياط الاعلان قرار زي ده خلاص ينهي العنف اللي بيحصل واللي حصل في سوهاج قبلها كمان، خطف متبادل بين قريتين ومحاوله للفك. عندك تاني في اللي بيحصل في سيناء وتفجير خط الغاز. يعني كأن مصر كلها تحولت لساحة معركة. تفهم. الحقيقة كل هذا التواتر وكل هذا مع بعضه بيخليني على اللي جاي على مصير الانتخابات، وكأن هناك يدا تعبس للوصول لحالة يعني من الفوضى. في الحالة دي أنا تقديري وفي ظل والسؤال هنا فين الشرطة الحقيقة؟ ده صحيح يا فندم. يعني غياب الأمن المستمر. يعني ما زال هناك إصرار على عدم العمل. ما زال هناك إصرار على التوقف. ما زال هناك إصرار على إنه ما يمارسش دوره. يعني الحقيقة أن دور الشرطة مهم جدا في وقف ده. وفي الآخر وما زال هناك إصرار على مكافئتهم. يعني الحقيقة في الوقت وعلى صرف رواتبهم اللي زي ما هي موجودة. وعلى صرف رواتبهم. ده بيحصل. فأنا أظن أن هناك وقفة. أنا أظن أن هناك أيدي تعبس للانتخابات القادمة، وأخشى من سيناريو أن يكون هناك سيناريو معد أن تشتعل الأحداث فتتوقف الانتخابات لأجل غير مسمى. ده ربما يكون أخطر ما يواجهنا في الفترة الجاية. بس كلنا طبعا في البداية طبعا مهتمين أن يكون في أمن، يعني مهتمين أكيد أن يكون في أمن عشان الانتخابات تتم بسلام. بس أكيد هنا أن في طرف لا يريد الأمن. ده صحيح. ده جزء تاني. خلينا لا يعني ما نشتغلش على نظريات مؤامرة. خلينا نقول أن هناك غياب للشرطة أو للأمن شجع الناس على أنها تعمل أن هناك عدم ثقة في الحكومة وفي قراراتها وعدم ثقة في الشرطة أنها مثلا في وقعة أسوان الناس قرروا أن يأخذوا حقهم بأيديهم، لأن كل الصواب اللي قبل كده بتقول أن الشرطة لم تحاسب القتلة ولم تحاسب المتهمين بالقتل ولم تحاسب المتهمين بالتعذيب. فقرروا أن يأخذوا حقهم بأيديهم. بس في الآخر يظن هنا غياب الشرطة شجع على وجود ده. فغياب الشرطة في الانتخابات والاستعانة بالشرطة العسكرية، الجيش غير مؤهل للمسألة. الجيش مؤهل للحرب خارج الحدود مش للتعامل داخل الحدود. فاحنا دلوقتي انا اظن ان احنا قدام مأزق حقيقي. تجربته الاولى ربما يعني اخشى ان تكون المرحلة الاولى وتنتهي الانتخابات. لان هناك كلام قيل عن ان العنف لو العنف وصل لحد معين فمن لانه تم الانتخابات دي. فالحقيقة انا قلق جدا. الحقيقة أن هناك حكومة لا تمارس دورها وغائبة تماما، تقلق يعني تمارس القلق جوه مجلس الوزراء بس ما طلعش بيه بره، وغائبة لدرجة أن بعض الناس قرروا أن هم يعملوا إعلان للبحث عن الدكتور شرف ولا الحكومة. احنا يعني أنا ظني أن هناك أننا محتاجين خلال 15 يوم، احنا خلاص أقل من 15 يوم لقرارات حاسمة وقوية لحل هذه الفوضى أو للتعامل معها وللتعامل مع الشرطة الغائبة بهذه الطريقة. ده صحيح يا فندم. نروح للأهرام والصفحة الأولى: والقوى الرافضة لوثيقة السلمي
مهله للحكومه حتى الاربعاء لسحب الوثيقه. يمكن في بعض القوى رافضه تماما لوثيقه السلمي، ويمكن في بعض تصريحات الاخوان المسلمين وعلى لسان الدكتور عصام العريان انه لو بمعنى اصح لو المجلس العسكري ما اعلنش موقفه من وثيقه الدكتور علي السلمي هيكون معاهم في الميدان يوم الجمعه اللي جاي. الحقيقه خلينا نفصل بين حاجتين في موضوع وثيقه السلمي اللي انا في لحظه بحس انها مفتعله اكتر من اللازم. يعني هل نحن في حاجه ولا وثيقه؟ ده سؤال. انما هناك موقفين متعارضين تماما، موقف ضد تفاصيل في الوثيقه لا علاقه بالجيش، وموقف يرفض وجود الوثيقه. وبالمناسبه امبارح الاخطر انه بدا يسرب تسريبات، ما تقلقش يا جيش لما نيجي نعمل حسابك في الميزانيه. يعني ده اللي امبارح اتقال في المؤتمر بتاع امبارح، انما يعني بما يعني انه يستهدف اشياء اخرى. الحقيقه ان لو احنا رجعنا لاي قواعد عامه في بناء الدساتير تبنى على اساس قواعد الاتفاقيات الدوليه، هي حكم، هي وثيقه مبادئ اساسيه. الاتفاقات الدوليه تحمي حقوق الانسان وتحمي الحريات وتحمي المواطنه وتحمي كل ده. فانا ظني ان احنا امام أزمة مفتعلة يتم تجبيرها بشكل حقيقي، وظني أن هناك قوة تحلم بأنها تعمل حاجة تانية بعد كده. بس الفكرة الحقيقة بشكل شخصي أنا 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 مع العودة للتحرير بأي أشكاله، لأن العودة للتحرير المرة دي ربما تفعل مجموعة أشياء. الأولانية هتكشف من كانوا يقولون أن تعطيل عجلة الإنتاج وإزاي تنزلوا والمجلس العسكري اللي حمينا اللي هم القوى الإسلامية طوال الشهور الماضية اللي باعهم دون كلام كبير. طوال الشهور الماضية كان كل محاولة للنزول المطالبة رغم المكاسب اللي كانت بتتحقق كانت بتوصف بأنها خروج على الثورة، وأن محاولة للخروج على الاستفتاء الذي تم الخروج عليه من البداية أصلا. رقم اثنين، أن النزول الميدان هو كسب جماهير جديدة لاستمرار الحالة اللي احنا موجودين فيها، واللي هي حالة الضغط اللي هي تتحقق المكاسب حتى الآن. يعني لم نحصل على مكاسب إلا بضغط. أنا يهمني قوي أن الحالتين دي الناس تدرك أن هناك مصالح تحرك ناس، فده إضافة للمطالبات الحقيقية. الثانية أن هناك ضغوط مستمرة حتى على المجلس العسكري لاستكمال ما طلبناه. بالمناسبة نحن أمام إشكالية ثانية لا علاقة مثلا أنه عطل إصدار قانون للعزل السياسي طول الفترة الماضية، ففوجئ بحكم المحكمة حطوا يعني قدام أمر الواقع وحطوا في مشكلة لأنه جاي في الوقت الضايع. كان الدستور فدلوقتي بيحلها بوثيقة مبادئ الدستور. أولا الناس قالوا إن احنا بنعمل دستور لأن الدول تبنى بهذه الطريقة، فالآن يريد بوثيقة. يعني لو مشينا عدل من البداية، لو مشينا بالخطوات السليمة، غالبا يعني كنا سنصل إلى نتائج مختلفة، وكنا سنتجاوز الأحباط اللي أنا أعتقد أن أعضاء المجلس مسؤولين عن زرعه داخل الناس في خلال الفترة الماضية. هلا من الأحباط فعلا. خلينا نروح لمصر اليوم، والعليا للانتخابات والإدارية تحددان اليوم مصير الفلول. دي اللي هي القضية الأهم، اللي هو أنا أعتقادي أن حكم المنصورة كان يعني جاء حكما قويا خلاص، يعني كل المطالبات يعني هل ده اسمح لي بس اسال حضرتك، هو ده هيعمم كمان على بقيه محافظات مصر؟ هو المفترض ان هو لا يعمم، بس عندما يصدر مبدا من الاداريه العليا خلاص يبقى اي واحد هيرفع قضيه هيتشال التاني. الكلام التاني ان في مصادر في المصري بتقول ان هو لو صدر قرار، هو بقى مبدا قانوني، لو صدر قرار من الاداريه العليا فهو مضطر لتنفيذه على كل الناس الموجودين. انا ظني ان الحكم هو حكم يعني على مقاس الثورة، يعني ده حكم جاي يستكمل ما رفضه القائمين على شؤون البلاد، ما رفض القائمين على شؤون البلاد استكماله، هو جاي يقول كذا. بس أنا أظني أنه توسع قليلا، لأن الحقيقة عضوية الحزب الوطني في بعض الأوقات كانت كارنيه للعبور في المرور يعني لدى بعض الناس. هو الحزب الوحيد اللي موجود ساعتها، يعني الأحزاب الباقية كانت هزيمة. يعني أنا كان بعض الناس في المحافظات بيطلعوا الكارنيه عشان لما يجي يتعامل مع بتاع المرور، لما يجي يعني أنا حزب وطني أنا حزب وطني فيعديه، لما يجي شرطة تنتهكه فيطلعوا الحزب الوطني فيعديه. إنما هناك يجب أن يطبق عليهم هذا العزل، وكان يجب أن يصدر قرار بعزلهم، اللي هي القيادات الأعضاء السابقين في المجالس اللي فاتت 2005-2010 كانت مطالبات واضحة، أمناء المحافظات وأمناء المراكز. يعني لدينا قيادات واضحة تورطت فيما تورط فيه الحزب من فساد. الحزب كما قالت المحكمة ليس مجرد مباني وليس مجرد ثروات عشان الدولة تستردها، الحزب هو فساده هو فساد ممارسات أعضاء.
فهؤلاء الفسدة وهؤلاء الذين حاموا الفساد والذين تورطوا في التزوير والذين لا يجب أن يشاركوا، هذا نص حكم المحكمة. أنا أعتقد وده أن حق المصريين عليهم كمان. بس التوسع يعني هناك بعض الأمنيات من بعض القانونيين أن يصدر حكم المحكمة الأدرية، لو صدر حكم المحكمة الأدرية العليا بتأييد الحكم السابق ورفض حكم اسكندرية اللي هو كان قابل بالفلول، ان هو يصدر مع الحكم مناشده من مجلس الدوله للمجلس العسكري او للسلطه القائمه بان تصدر قانونا تحدد فيه المستبعدين بشكل اساسي. ده طبعا نتمناه. من الشروق الصفحه الاولى، وراس البر وميناء دمياط تحت الحصار لليوم السادس. حاجه محزنه ومؤسفه للغايه. يعني تفاصيل الخبر بعد اذنك، وهل في اي قرارات، هل في حد سمع للناس دي ولا لا؟ يعني أنا كلمت، كنت حريص أكلم الناس في دمياط خلال الفترة اللي فاتت. يعني هناك أشياء متفاوتة جدا في دمياط، يعني هناك مواقف متباينة جدا. إحنا خلال السنتين اللي فاتوا كنا بنتعامل مع حملة وقف موبكو أو أجريوم السابق، فكان بعض الذين كانوا يقودون هذه الحملة هم يرفضون ما يحدث الآن في دمياط. هو ما يرفضون لأنه تحولت المسألة لحصار بلاد بشكل كامل وقطع الإمدادات عنها وقطع الطعام في محاولة الضغط. بس الحقيقة أنا سألت بعض الناس دي سؤال واحد، ومن يملك القرار؟ مش لو طلع القرار بتاع الوقف كل المسألة دي هتنتهي؟ قال لي قلت له يعني هناك مسؤولية على من يعطل إصدار قرار لمصنع ملوث. الحكومة تعلل بأنه ليس ملوث رغم كل أنه في عصر مبارك. المصنع تم وقف بناء وتم وقف الإمدادات فيه لما كان أجريوم. هل دلوقتي لما بقى الشركة قابضة ما بقاش ملوث؟ لا طبعا. ده سؤال، يعني ده مجرد سؤال. أنا أعتقد أن هناك إرادة كمان للمجتمع عندما يرفض بناء صناعات بعينها داخله، وهي صناعات بالمناسبة في بعض الدول منعت تماما بدعوى أنه هو هيعمل. طلب من أهالي دمياط وطلب من أهالي المحافظة اللي هم نفسها. أكثر محافظة تشتغل بالضبط يعني. أكثر محافظة كمان متأثرة بالموضوع ده بدعوى أنه هو يتخذ إجراءات. الناس عهدهم مع الإجراءات أنها تتخذ في وقتها ثم لا تنفذ، لا تنفذ بعد كده طبعا. يعني انا كنت امام مصنع اسمنت في المنيا، الفلاتر بتحط وتتشال بالليل عشان الفلاتر بتحمل المكنات اكتر من اللازم. مشكله مصر كلها يا استاذ خالد والله ان عندنا قانون، بس اهم حاجه تفعيل القانون ده. هي الفكره ان بعض الصناعات اللي هي محرمه في الخارج لا نتعلل باننا هنعمل اشتراطات. طالما الناس رفضها ومجتمع رفضها، لماذا لا يصدر قرار ويحل المشكله؟ وان لم تحل المشكله في اللحظه دي فيجب التعامل بشده وبقوه مع الناس. ليه نستنى لحد اليوم السادس والاسبوع؟ يعني ليه ما نسمعش على طول؟ هو لو قرار اتخذ، والقرار كان اتخذ في عصر سابق يعني تحت ضغط اهالي دمياط اللي هم افضل يعني من الناس، يعني اكثر الناس عملا واكثرهم حرصا على العمل. يعني الناس المره دي ما حدش يقول لي تعطيل انتاج وتعطيل عجله عمل لانهم دول اللي بيشتغلوا.